ملهمون يتحدثون عن تجارب مروا بها تحققت بها أحلامهم أصبحوا بعدها أفضل. إنهم اليوم يتحدثون لينقلوا نجاحاتهم وإلهامهم إليكم، فلننصت لهم. الآن المتحدث عبد العزيز أبو ظهير. أخوكم عبد العزيز أبو ظهير من مواليد منطقة نجران، نشأت وترعرعت وتعلمت في هذه المنطقة العزيزة الجميلة الكريمة الوفية برجالها وأهلها وناسها، فعليهم أزكى تحية وسلام. أما بالنسبة لمسقط الرأس والأصل فانتمي لديرتي، ديرة أجدادي وأبائي المضة. طلعت على الدنيا مثلي مثل أي طفل يمتلك حلم، لكن كان عبد العزيز يشوف هذا الحلم بالنسبة له حياة، وكان متمسك فيه إلى أبعد درجة، إلى درجة أنه كان ينام ويصحى على هذا الهاجس. المسألة ما هي مسألة موهبة فقط على قد ما هي مسألة تعلق. كنت متيم بكرة القدم، وفي صغر سني ممكن الجميع ما يلاحظ كونها لعبة، ممكن أغلب الأطفال يلعبونها وقتها، لكن دخلت المدرسة في المرحلة الابتدائية وكنت في الصفوف الأولية وألعب مع الصفوف العلوية. تخرجت من الابتدائية أو قبل ما تخرج من الابتدائية كنت أرجع من المدرسة، الأطفال يعني يدخل بيته ممكن يتغدى ينام يحضر دروسه بالعصر، أنا كنت أرجع من المدرسة أكل لي وجبة وأطلع ألعب أو ألعب في ظل الحوش كورة، إلى درجة أن أبوي كان يرجع من الدوام يطالع فيني ما يدري وش يقول. بينما أنا كنت ألعب قاعد أتمرن وأسخن عشان ألعب مع عيال الحارة الكبار في العصر. دخلت المرحلة المتوسطة وكان عندي هذا الشغف، هذا الحلم اللي ما أرضى أن أحد يوقف بيني وبينه، على الرغم من الظروف كانت صعبة، المحيط اللي حولي ما كان كروي أبدا، كان جانب التعليم عندنا أو التعليمي في المحيط اللي حولي كان أقوى وأبرز، يعني كانوا مشددين علي أني أكون تعليميا أكثر من غيره. دخلت المرحلة المتوسطة وصرت ألعب كرة القدم، كشف موهبتي الأستاذ محمد بن معيض الوادعي أبو الأمار أمسي عليه بالخير، وبدأ يعطيني اللي يعطيه المعلم القدوة، المعلم الناصح، المعلم الصح. صار يغرز فيني هذه الموهبة أكثر وأكثر. بديت أشارك مع منتخب المدرسة في السنة الأولى، السنة الثانية والثالثة صرت كقائد المدرسة في دوري المدارس على مستوى المنطقة. انضميت إلى منتخب المنطقة، منطقة تعليم أو تعليم منطقة نجران، وتفاجأت أني أنا رشحت على مستوى المنطقة ومعي أحد الزملاء أو أحد الطلاب، أن تلقينا دعوتين من أكاديمية نادي الأهلي. وقتها ما كانت الأرض توسعني أبداً، على قد ماني أشوف أن الباب أنفتح شوي، إلا أني أتذكر الظروف اللي وراي وما أدري شلون أتخطى كوني الابن الأكبر، وكوني من مسجد إلى بيت إلى مدرسة إلى مجالس مع والدي. ما رد الله كتب أني رحت أخوض هذه التجربة، بديت أحس أني انكسرت، يعني فرصة كبيرة من نادي كبير، لكن ما الله كتب ولله الحمد على كل حال. طلعت المرحلة الثانوية وكان في بصيص أمل، لكن محتاج أحد يقومني. التقيت بالأستاذ مرعي الأحمري أبو فهد برضه مسي عليه بالخير، معلم البدنية، فكان يشوف فيني شيء ممكن ما يشوفه في غيري. واستمرت السلسلة أني ألعب كرة القدم ومثل المدرسة كقائد أو غيره على مستوى التعليم.
تخرجت من المرحلة الثانوية على الرغم أني كنت متيم بهذا الشيء لأني ما نسيت الجانب الدراسي، فتخرجت من المرحلة الثانوية بنسبة 98%. فكانت قدامي مرحلة أخرى مفترق طرق، يا أني أقعد من منطقة نجران وأشوف كيف الأمور تمشي، أو الخطة اللي أنا كنت راسمها مع واحد من عيال عمي أبو ريما مسي عليه بالخير الأستاذ متعب الناصر، على أساس أروح للرياض وأدرس في جامعة الملك سعود ومنها أدخل أحد الأندية. لكن في يوم من الأيام يوم الجمعة كنت جالس في مكتب عقار عند واحد من عيال خوالي عليه رحمة الله ومات المسلمين، وهو من الناس اللي درس واغترب عن أهله، فأخذت رأيه لما قلت له أنا والله ودي أروح للرياض أبي أدرس أبي ألتحق بأحد الأندية لعل الله سبحانه وتعالى يعني يحقق لي هالحلم. قال لي أنا ما أنصحك فعلا أنك تبتعد عن أهلك، وفي نفس اللحظة ما ودي أقول لك كلام وتترك حلمك. صار يطلع لي بعض السلبيات اللي في الغربة، سواء ممكن يكون في تقصير دراسي أو حنين للأهل. في خيرة الله سبحانه وتعالى شاءت أني فعلا لحظتها كانت بيوم جمعة أني أصمل أني أدرس في نجران. درست الجامعة، دخلت سنة تحضيرية. لما دخلت السنة التحضيرية تفاجأت بأستاذ اللي كان يدرسني بالمرحلة المتوسطة اللي أول من قدمني، الأستاذ محمد معيض، كان مدرب لمنتخب جامعة نجران، والتحقت ذلك الوقت بمنتخب جامعة نجران وما كان يدري أني في الجامعة أبدا حتى دخلت التمرين وكان قدامي وأنصدم، وقال لي كلمة حفزتني أكثر وأكثر، وفي نفس اللحظة الظروف تضغط أكثر وأكثر. قال لي أنت وش مقعدك باقي هنا؟ أنا توقعت أنك بتكون في أحد أندية العاصمة. الكلمة كان لها وقعها الإيجابي لحظتها، لكن ما كنت عارف وش أرد فعلا وقتها. على كل حال دخل جامعة نجران ولعبت، مثلت منتخب الجامعة السنة الأولى تقريبا. كانت في مفاوضات شفوية من بعض إداريين نادي نجران والأخدود، وقبلتها بالرفض لأني أنا عارف إيش وراي وما أبغى أفتح على نفسي باب أو سين وجيم أو خيارات. وما كانت يعني الرغبة زي أول، لكن لا زال الحلم موجود. حتى جاءت تقريبا السنة الثانية أو الثالثة في جامعة نجران، كنا نلعب أتوقع مع جامعة المدينة المنورة، وقتها أتوقع أني سجلت هدفين أو والله ما أذكر هدفين أو ثلاثة. كان في المدرج مدير كرة القدم أو في الفريق الأولمبي بنادي نجران، وقتها الفريق الأولمبي كان يلعب بالدوري الممتاز لما كان الأولمبي يلعب. قال لي شو اسمك؟ قلت له فلان بن فلان. لما قلت فلان بن فلان أبو ظهير، قال أبوك اللي يشتغل في المكان فلان؟ قلت الله الله. هنا بديت أرتاح وبديت أحس إن فيه طرف آخر بعيني على الظروف هذه. رحت أخذ رقمي، دق علي اليوم الثاني قال تتمرن معنا. كنا توقع قبل الاختبارات النهائية أو حاجة زي كذا. رحت تمرنت معهم مدة أسبوع كالعادة، على أساس أن عبد العزيز يطلع يلعب كورة سواء في ملاعب زراعية أو ملاعب الحواري الترابية. أخذت أسبوع تقريبا، ما تميت أسبوع، تقريبا 4 أيام أخذتها تجربة بين جدران نادي نجران، وقاعد أشوف شيء أنا كنت أتمناه من الصغر، كأني أنا رجعت بعمر 8 سنوات. كان معي مجموعة من الناس اللي اختاروهم للتجربة، سحبوني، سحبني المدرب الروماني الله ما أذكر وش اسمه، أشار لي قال هذا أبيه. فخلصت التجربة قبل الباقين، وقعت معهم وأنا إلى الآن ما أدري وش اللي وراي قاعد يصير. المهم لما وقعت قلت أنا لازم خلاص، لأن فيه سفريات في روحات في جيات. وأذكر أن مباراتنا الجاية كانت قدام الأهلي، وقلت لازم أحسم الأمر، يا أني ألعب وانضم أو أني أعتذر بشكل ودي وبتفهمون. طبعا ما كان العقد احترافي، كان كلاعب هاوي. لا الحمد تعديت هذه الظروف اللي كانت صعبة جدا 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 جدا. بديت أدخل حلمي ومشيت فيه، وما هي إلا 4 أشهر تقريبا
ويجيني رباط صليبي في الركبة ويحرمني من مزاولة كرة القدم تقريبا 8 أشهر. حتى شفت في أهلي، طبعا الفترة اللي أنا كنت تعبان فيها كنت أعاني بشكل غير طبيعي لدرجة أني أول 15 يوم كنت شبه ليلي في المستشفى أخذ لي مغذي وأرجع. تعب أبوي، تعبت الوالدة، تعب أخواني، تعب الناس اللي حولي. فلما شفت في عين اللي حولي أنه تكفى كمل بدراستك، استسلمت. وكان خطأ ولكن كانت الخيرة، كملت دراستي. أو خلوني أرجع شوي، لما كنت بالسنة التحضيرية حضر لي أو جالي موقف أو مشهد غير مساري التعليمي. أنا كنت المسار العلمي، تحولت إلى المسار الأدبي بسبب وفاة نفس الشخص اللي كان ينصحني أني ما أروح وأكون قريب من أهلي. فكان أثر وقع الخبر وصدمته علي كبيرة لدرجة أني ما قدرت أتجاوزها بحكم أنها كانت قدام الاختبارات النهائية. كنت أطلع على أساس أني أذاكر مع أخوياي، وأنا الأمانة أني كنت هايم على وجهي ما أدري وين أروح. جات الاختبارات ودقت ساعة الصفر، وصلت إلى باب الاختبار ودورت ورجعت. ما أدري ليه، لكن ما كنت أملك المعلومة، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يملك العلم اليقين أن الخيرة مو في هذا الاختبار، في الشيء القادم. رجعت تركت الاختبارات. بعدها فترة جاني حادث مروري. كان أبوي طبعا على بداية المستوى الثاني، كان أبوي يقول لي أعذارك الطبية ما قدمتها، ما سويت، ما حطيت. كانت يعني شفت الوالد حريص مرة، ما أدري وش أقول له. تفاجأت أنه صار عندي طي قيد، بمعنى أوراقك موقفة أشبه بالفصل. صرحت الوالد وقلت له أنا صراحة علمي كيت كيت كيت، أنا ما أدري في الجامعة. زعل، ما هو بزعل اللي بيضرك ولا زعل اللي أنت ماخذ منه شيء، لكن زعل على مصلحتك. قلت له على هالخشم أبا أكمل دراستي. كانت قدامي خيارات محددة، من ضمنها الشريعة. أنا ما أكذب عليكم، ما اخترتها، الله اللي اختارها. وكنت أرى في نفسي في البدايات لما أقول أنه أدبا وذوقا، حتى لا يعني لا تحسب على فئة مهمة وغالية في المجتمع أنك بشكل يعني خاطئ. كنت أظن أنه لازم أنك تلتزم، لازم تطلق اللحية، لازم لازم. لما دخلت في المنهج شريعة كانت تتكلم عن الفقه، سواء المعاملات التجارية، الفرائض، المذاهب. بديت أستمتع، بديت أخذ وأعطي، بديت أحس أني أنا مرجع لنفسي، أني أسأل وألقى الجواب. ماني محتاج أروح لأهل العلم إلا في مسألة أشكلت عليك. ولا أصنف نفسي أني عالم، فالإنسان لا يزال طالب علم حتى يتسم بصفات العلماء. تخرجت من الجامعة، أذكر بترم صيفي، وكانت المدارس بتبدأ. قلت بقدم لي على مدرسة ما أدري إلى الآن، طبعا ما كنت أدري وش التعليم، لكن كان لي فيه ذكريات جميلة جدا. كان في معلمين مؤثرين، كان في معلمين يخلوننا فعلا نحضر الحصة بكل شغف. لما دخلت استرجعت كل الأشياء هذه والصفات المميزة في معلمين، كنت أتمنى أنها تكون فعلا تتجسد في عبد العزيز، وما يصير إنسان، يصير مجموعة إنسان أمام هذا الطالب. دخلت وسويت المقابلة، كان قبل صلاة الظهر. أعطيتهم أوراقي وأنا ما أدري، أنا ما أدري حرفيا، ما أدري وش اللي راح يكون قدامي. طلعت، دقوا علي، تجيب صور، تكمل أوراقك، وتعال خلص أوراق الأدلة الجنائية، وأهلا وسهلا. هنا بديت أستوعب أني في نقلة نوعية، ما أدري وش نتائجها، لكن لله الحمد أظهرت نتائجها. أذكر أول يوم دخلت في الفصل كانوا الطلاب قدامي. طبعا عبد العزيز متأثر ببوه أو في أبوه بأشياء كثير، ممكن الصفة، ممكن ككاريزما، ممكن أنه لأن الوالد الله يطول عمره ويحفظه إن شاء الله، من يوم حنا صغار يحاول يفكنا في المجالس
احنا اللي نقوم الضيفان او احنا اللي نرحب، فكان يعني رهبه الجمهور شوي منكسره يعني راحت. دخلت على طلابي ما ادري وش اقول، ما ادري من وين ابدا، على الرغم اني درست وتعلمت، لكن انك تكون امام الامر الواقع ما تدري وش اللي راح يصير. شرحت وخلصت، رجعت البيت فيني نشوه وفيني فرح وما ادري وش، هل هو حماس ام فعلا حلم جديد او واقع راح تعيشه. شفت يوم بعد يوم بعد يوم اني احب المكان واحب الدوام، وتعلقت حتى في طلابي اللي بعضهم لما تعرف ظرف من ظروفهم او من ظروف الجميع تبدا تتاثر لا اراديا. لما يكون انسان مثلا منفصل ابوه عن امه، او انسان مثلا ابوه عليه رحمه الله، او متعرض لصدمه، او مصاب بتوحد، او اي ظرف كان. فكنت احاول اشكل نفسي اني فعلا ان كل انسان له مفتاح تتعامل معه. الطالب هذا يتعامل معه بلغه الجسد، الطالب هذا تتعامل معه بالمرجله، الطالب هذا تتعامل معه بالدرجات، يعني صرت اتشكل. وكنت حريص ان الطلاب هذولا فعلا يبقى لي اثر عندهم. تخرجوا طلاب ولله الحمد من عندي كثير. طلبت اني انتقل للمرحله الابتدائيه. لما انتقلت الى المرحله الابتدائيه، مع العلم اني كنت متخوف من ازعاج الطلاب والى اخره، دخلت اول اسبوع في نفس المجمع ودرست. ما اخفيكم اني كنت اطلع وانا مصدع، لكن كانت ايام حلوه. الشاهد في الامر ان الاسبوع هذا اللي كان نوعا ما ازعاج تحول الى حب، وتحول الى ان طلابي يفزون لما تجي. صارت المساله كانك اب على رغم او بالرغم من صغر سنك. احلام كثير، وظائف كثير كانت توفر لعبد العزيز او يصل الى مرحله نهائيه وما يقبل فيها بقدره الله سبحانه وتعالى. فعرفت ان الله سبحانه وتعالى اراد لي اني اكون معلم ولله الحمد في افضل التخصصات. رسالتي الى كل من يشاهدني وبالتحديد المعلمين، الله الله في عيالكم في طلابكم، حتى وان كنت صغير سن مستقبلا راح تكون اب وبتعرف هذه القيمة أو هذا التعامل. ولعل الله سبحانه وتعالى يبارك لك في مالك، في عيالك، في صحتك. رسالتي أيضا للمشاهدين وللجميع، أنت ممكن تتعلق بحلم وتطيح، لكن الله سبحانه وتعالى يخليك تتمسك بيد الأقدار اللي أنت ممكن تظن أنه مو بكويسة، لكنها أخيرة الله سبحانه وتعالى تجعلك في المشهد الأخير أن هذا الحلم اللي يستحق أنك تتحل أو تتمسك فيه. فإذا قفل من دونك باب افتح باب آخر. وأختم بيت من قصيدة من قصائدي: وإن قفلوا من دوننا باب الأحلام قمنا وشفنا 10 أبواب غيره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن المتحدث أحمد رحيب. سعد الله صباحكم كل خير. أحمد رحيب العتيبي من مواليد الرياض، تخرجت بالثانوي، كانت عندي هواية ولم تتحقق، وهذا طبعا يعتبر من فشل، ولكن ما توقف الشيء ذا أبدا. كانت عندي هواية وشغف للتمريض، ولكن تخرجت بنسبة ضعيفة جدا، وهذا يعتبر تقليل مني أنا 69، ولكن ما وقفت. وصح أنها توجعني النسبة، لكن الحمد لله لك الحال. ما تأكدت أن الدراسة عندي أنا ما أدري أنها مو بكل شيء، لأن عندي شغف أكبر من الشيء ذا.
وطموح أكبر من الشيء ذا. في شيء أنا أحبه مرة اللي هو التجارة. بديت وأنا صغير وأنا أحب التجارة وما قصر معي أبوي الله يطول عمره. اشتغلت طال عمرك بالغنم وأنا صغير سن، فكان يساعدني وما قصر معي أبدا لدرجة لين اعتمدت على نفسي. بعد الاعتماد على نفسي حدا أفراد أسرتي عطاني رأس مال وقوي جدا. الشيء اللي كسرني أن الرأس المال القوي هذا أني خسرته كله، جدا خسرته كله. فهذا الشيء يمكن كسرني أنا بعد فترة طويلة. طبعا قل الطموح عندي، أخذت فترة ما أدري شو أسوي. ضعت الصراحة ضعت، وأنا في بالي باقي أقول عندي أشياء واجد. فتوجهت فيه ثناء يجيني صوتك شيلات ما شيلات، بديت أنشد الحمد لله كونت كذا شيلة، ولكن باقي عندي شغف التجارة. التجارة أنا قلت خلني لازم أشتغل الشيء هذا. جلسنا جلسة بسيطة عند واحد من الشباب، قال في دورة صيانة الجوالات. رحت للمكان طال عمرك، أعجبني، تقريبا دفعت مبلغ والله ما أدري يمكن تقريبا 900 ريال في صيانة الجوالات أسبوع واحد. فرجعت واستأجرت كشك اللي هو داخل المحل كامل، يجيك محل وداخل صيانة، بس داخل المحل ما لك دخل فيها أبدا. فاشتغلت. فطبعا أني من الناس اللي ما أرد أي شيء أبدا، لدرجة وشو أخذت ما يقارب سبع شهور من شكر ربي، من شكر ربي، من قوة الزباين اللي أنا كونتهم، لدرجة المحلات اللي حولي أي شيء جهاز ما يعرفون يردون أحمد، روح لأحمد. أحس أني بديت أحب الشغلة هذه، أحبها مرة. فوش وصلنا بعد تقريبا بعد إجازة العيد فتحت المحل. أول ما فتحت المحل لقيته فاضي اللي هو الجوالات. مستحيل أنك أنت يا صاحب الصيانة تشتغل وما في أغراض. طلع صاحب المحل مقبل المحل. هنا كرهت شيء اسمه صيانة الجوالات، يعني شيء الجوالات بشكل عام أنا كرهتها. ما عاد خلاص مات شيء اسمه عندي التجارة، وله بشكل عام يعني. سكرت المحل، سلمته، قلت سلام عليكم. والله هي كلمة واحدة أني ما قلتها، قلت سلام عليكم. لدرجة وصلت المرحلة أني ما أمر من عند الشارع اللي كان المحل فيه، والله أني ما أمر من قوة الشيء اللي يحرقني. أحس أن الشيء صدق تعبني بزيادة. فما وقفت، جلست فترة، رجعت المجال الشيلات الحمد لله. بدأ يجيني دخل بسيط منها، ما هو بالدخل اللي يعني يجيني بالشهر بالشهرين شيلة شيلتين الحمد لله. فمعي واحد من الشباب يعني مسي عليه صب عليه بالخير، فهد من هذا قحطاني، كان عنده محل، هو اللي شجعني للشغل، لرجعة المحل وفتحة المحل. يعني أبي أكون شغلة لي أنا، ما قصر أبدا. كان فيه موقع، قال الموقع هذا والله لو تأخذه يعني صراحة جبار. قلت فكر، والله العظيم إني دافع ومعي شريك، معي عبد الله بن متعب واحد من الشباب، إني دافع رأس المال دافع عربون 500 ريال، وأنا والله ما معي اللي يفتح المحل، بضاعته بويات شغل كامل ما معي، بس قلت على الله يلا يا كريم. فأنا ضحت، أنا ما أدري شو أسوي. أخذت اليوم الأول الثالث الرابع أسبوع رأس المال ما تكون عندي أبدا. أنا وش أسوي؟ المحل لا يروح. ففي واحد من عماني اللي هو عمي سرحان كان يدور بيت، عربن تقريبا على بيت أو بغى يشريه. فطلعت مشكلة
رجع الفلوس اللي كانت دفعها تقريبا 25,000 رجعت وين؟ رجعت لصرافتي حسابي انا لانه اعطاهم الحساب فانا مستحم منه وانا ادري لو اقوله ما ابغى ادري فهو محتاج اكثر مني في البيت فقلت يا عمي وانا والله اني اقولها وانا من الناس اللي يعني انا من الناس اللي ما احب السلف وزي كذا فعمي ولا يحتاج عاد شيء واحد قلت يا عمي يبي لي مبلغ بسيط 10,000 15,000 عشان المحل قال 25 عندك وتبزود انا موجوده قلت لا والله ابي 15 بس قال والله تاخذها كلها 25,000 وما عليك انا بسن عمور يا قال مره قلت يا كريم تيسرت معي احس بفرحه يمكن لو يدري عنها وهمه شيء احس فرحه ما يعلم فيها الا الله عاد المحل اللي انا من الناس اللي يمكن تقريبا هواي الطبخ وزي كذا فتحت محل وسميت مسمى انا نبيع كشته طلعات شباب ما طلعات شباب بالرياض ففتحت المحل انا واحد من الشباب وبدينا تقريبا وصلت لمرحلة اللي ال 25,000 هذه ما تكفي من غير رفيق يعني بس انا اتكلم عن الراس المالي دخلت فيه انا والله العظيم اني وقفت وباقي اغراض وباقي امور قلت ليش حرام يعني انا بشتغل يعني اوقف كذا وانا ما خلصت بضاعة ولا خلصت فجاني اتصال من رجل اعمال يطلب شيله قلت على خشمي ما ابغى خلاف اتفقت وياه تفاجأت ان الحوالة 15,000 هنا زادت شيء يعني وصلت لمرحلة ما يعلم فيها الا الله من الوناس زدت الموضوع احس ان يعني شف ما وقفت من الاشياء هذه الحمد لله لانه ماشي الحين الشيلات الحمد لله وشكر يعني ماشي فيها من شكر ربي عندي شيء بسيط اللي هو انا احب من الناس اللي احب اللي حولي اهلي قرابتي احب الناس اللي احب يعتمدون علي انا واحب اعتمد على نفسي اكثر شيء المحل ماشي اموري جدا جميله بس وش اللي جملها اكثر اني ما وقفت على الشيء ذا طلعت فكره البرامج الواقعيه توجهت الى برنامج سكريبت انا والله العظيم اني يعني بين البينين ما ودي بس جاني تشجيع من الناس اللي حولي انت تصلح في المكان هذا قلت يا كريم فبديت هنا وأحس أني بفرحة لا يعلم فيها إلا الله لأني أدري أني بطلع وبزود من طموحي طموح ولا راح أوقف ولا راح أخيب ظن منها قوفيني خير بإذن الله فكلمة واحدة لا توقف حتى لو تطيح قم لو تطيح قم يمكن طحت ما يقارب 3 مرات إلى 4 مرات بس أنا بختصر الموضوع لكن لو لا طحت قم ترى بعض الطيحات ما تصح انهض والله يوفقنا وياكم جميع ويجعلني ان شاء الله اكون وصلت رساله بسيطه لكم وشكرا. الان المتحدث مسعود المري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد صباحكم، أخوكم مسعود بن سالم آل شعفول المري من مواليد نعيرية، نشيت طفل مثل الأطفال الباقين فيه شغف ومزعج، ونشيت أكبر عيال الوالد الله يطول في عمره، حياة بسيطة، كنت أتبع إبل أروح معها وأجي معها وأمشي معها وأصبح معها يقومني من الرقاد العج وأرقد في مطر وظروف ومع العلم أنها من أجمل الأيام الله يعيدها علينا إن شاء الله تخرجت من الثانوية وما توظفت على طول كنت عاطل وسفر روحة وجية تفاجأت يوم من الأيام كان أبي مسافر برا
إلا هو مرسل لي بيتين يقول فيها ترى النوم يا مسعود ما ذكر به هود وترى الردى حوله كثير نحشوده عليك بالعليا ترى جدادك هود والأخير في صبيين الجنة بجدوده وكانهم قومني من 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 الظلمات إلى النور. صحيت ودريت إني ضايع ودريت إني قلت لازم إني أعدل منه. رديت عليها ببيتين قلت فيها علي الحرام إني على النوم معود يأكل عود الرايك أطلع بسودة. النوم جاني ضيف وأنا ولد عود، عود إلا جاه الضيف يفتر عوده. وقلت لازم إني أبدأ خلاص اللعب إشارة. توظفت في شركة قدمت عليها وقالوا لازم عندك رصاص ثقيل، ما عندنا إلا سيارات كبار شاحنات قلابيات لازم انه يكون عندك رخصة ثقيلة. وعودت خيت لي اسبوعين على الدراسة وعلى لين طلعت الرخصة الثقيلة ذي ورجعت وتوظفت مع العلم ان سني كان صغير جدا على الوظيفة ذي سواق قلابي حر وعج وظمى وجوع. كنت اطلع من البيت الساعة 5 صباح ولا ارجع الا الساعة 6 ما كان فيه لعب ولا كان فيه روحة ولا كان خلاص حذفتها على إشارة. كنت أعيش لي أيام مع ناس معي في العمل كانوا أكبر مني طبعا، عشت معهم في الحر وفي البرد وظما ونرقد في ظلال القلابي ونتغدى في ظلاله ونتعشى تحته ونضحك وانتهاد سوا وانتصالح سوا ما حد صالح من بينه. عشت معهم أخوة وعقبها صارت لي مشكلة شوي في الوظيفة هذه طلعت منها. من أحد المواقف اللي حصل لي فيها كنت أغني أنا ويا واحد كان معي رايحين من موقع إلى موقع على القلابي ذا. قال مسعود أنت مبدع، أنت وينك من الإعلام وينك من؟ قلت أنا وأنا صادق قلت والله ما عندي نية في الإعلام ولا كان لي نية 1%. كنت ما طالع من بر في شركة على طول ما كان عندي نية في الإعلام ولا عارف له ولا الوصال رسائل سناوي ما كان عندي فيها خلفية. صار فيها مشكلة وطلعت من الشركة هذه. عودت ورجعت أشتغل في سوق البل أبيع وأشري خشر وأربح. أذكر أول ربح شريت لي ناقة في 7000 وبعتها بعد 10 دقائق 8000. هذه حفزتني للمشترى والبيع واشتري وبيع واشتري وبيع. وعقبها بوقت قالوا فيه برنامج انشادي توه فتح والتسجيل فيه عقب كم يوم. ما كان لي نيه. جاني واحد من عيال عمي الله يصبحه بالخير قال يا ولد قدم على البرنامج ذا تراه بيصلح لك وأنت عندك صوت وانت 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 وانت. قلت ما يحتاج. هو صورني قال والله وأغني وأرسل الرسالة أرسله القبول والموقع. جيت دخلونا في مجلس كبير فيه ما يقارب 60 منشط وكل منهم يغني وأنا كنت ما جاهل في أشياء والد نيو. غنى وجاء الدور عندي وكان هم اللي يغنون كان فيه سوالف وفيه صوت وفيه ازعاج. غنيت يوم غنيت سكتوا صار فيه هدوء ما تسمع الا هذا من دريت اني في شيء عندي اقدر اقدمه. الوكاد باقي على دخولي على اللجنه 4 اشخاص اشرب لي شاهي واشرق وتسكر عندي ما عاد قدرت اتكلم 10 دقائق وجاء دوري وطاف وطلعت. قلت الحمد لله هذا من الله ما نعترض بالشيء ذا. طلعت من البرنامج ذا قعدت وقت وقدمت على برنامج ثاني وصلت للمراكز المتقدمة وصلت للحلقة النهائية وطلعت منه وقدمت برنامج ثالث أعذب أصوات قيمين عليها أسماء كبار والحمد لله حصلت على المركز الأول. الوكاد أني دخلت في مجال الشلات وكان فيه مدخول من مجال الشلات ومدخول من مجال المشترى والبيع ومدخول. كان عندي شغف في سوق البل سيارات أي شيء من الناس اللي أقوم مع الصبح ودي أشتري وبيع لوش بدل مقاطيع روح. الوكاد
جاني واحد من العيال قال فيه برنامج واقعي أبيك تقدم عليه. قلت أبرك سعت اللي هو برنامج سكريبت. قدمت ورسلت المقطع وقبلوني، وهذا أنا في هذا الكيان العظيم أحدثكم من هذا المنبر، وأنا لي الشرف، لي أكبر شرف في الظهور في هذا القناة في هذا البرنامج. الله يبيض وجههم ووجه القائمين عليه. والموضوع ذا اكتشفنا منه أنك انطحت مرة مرتين وثلاث وأربع، فلا توقف. إن وقفت تراك ضعفت، لازم أنك تستمر. والمقصد من هذا الشيء طرع علي بيت شعر، أنا أعطيتكم اختصار وارد من الحياة اللي أنا مريت فيها، يقول سودا الليالي طلعت نار يا جيل، الله يبيض وجه سودا الليالي. وسلامتكم، واعذرونا على القصور، واعذرونا على الإطالة.